بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد، درس جديد من دروس منهج تاريخ الإسلام للصف الحادي عشر عبر منصة التميز التعليمية بعنوان الدولة الأيوبية. الدرس في الكتاب صفحة 115. الدولة الأيوبية امتدت من عام 567 للهجرة إلى عام 648 للهجرة. السلطان صلاح الدين الأيوبي مؤسس الدولة الأيوبية اسمه يوسف بن أيوب، الملقب بالملك الناصر صلاح الدين الأيوبي. ولد 532 للهجرة بمدينة تكريت بالعراق، شمال العراق، طبعا من قبيلة كردية. توفي في صفر 589 هجرية الموافق 1193 ميلادية. في الكتاب صفحة 115 الفقرة الأولى، بعد قراءة الفقرة الأولى استخرج دور صلاح الدين في تأسيس الدولة الأيوبية. فاحنا عارفين هو مؤسس الدولة الأيوبية هو صلاح الدين الأيوبي، وهنلاقي إنه هو أسقط الخلافة الفاطمية عام 567 للهجرة بعد وفاة الخليفة الفاطمي العاضد آخر حكامه. من المعروف أن صلاح الدين جاء إلى مصر مع عمه أسد الدين شيروكو، وكان عمه وزيرا للخليفة الفاطمي، ثم أصبح صلاح الدين وزيرا للخليفة الفاطمي. لكن عقب وفاة آخر خليفة العاضد تم إنهاء الخلافة الفاطمية نهائيا، وأصبحت مصر تحت سيطرة صلاح الدين الأيوبي الذي أعلن التبعية للخلافة العباسية. في عام 572 استولى على بلاد الشام بعد وفاة نور الدين محمود، اللي هو المفروض أستاذ صلاح الدين، وهو اللي بدأ أولى خطوات توحيد بلاد الشام لمواجهة الصليبيين واستعدادا لطردهم واسترداد بيت المقدس. فعقب وفاته أكمل هذا الدور صلاح الدين الأيوبي، وضم بلاد الشام إلى حكم مصر، وسيطر على بلاد الحجاز وضم اليمن. كل هذا استعداد للمعركة الفاصلة التي ندرسها في الدرس القادم إن شاء الله، وهي معركة حطين. هي الخريطة بشكل أوضح تمثل الامتداد للدولة الأيوبية في مصر والشام والحجاز واليمن. الدولة الأيوبية بعد صلاح الدين الأيوبي، قال لي من ضمن الحكام اللي هم جو بعد صلاح الدين الأيوبي الملك العادل، الذي استطاع توحيد الدولة الأيوبية بعد الاضطرابات الداخلية، كذلك استطاع مواجهة الصليبيين. أيضا الملك الكامل، فقد لكنه للأسف سلم بيت المقدس إلى فريدريك الثاني ملك ألمانيا مقابل السلام. وأيضا الملك الصالح نجم الدين أيوب استطاع استعادة القدس والتصدي للحملة الصليبية السابعة. أما نهاية الدولة الأيوبية فقد كانت على يد المماليك الذين قتلوا آخر السلاطين الأيوبيين توران شاه عام 922 للهجرة. إيه هي العوامل اللي أدت إلى سقوط الدولة الأيوبية؟ نجد ضعف الخلفاء الأيوبيين، الحروب الأهلية، يقصد الحروب الداخلية بين أبناء البيت الأيوبي، الحروب الصليبية التي استنزفت الأيوبيين. عرفنا احنا الصليبيين جاءوا بحملات عديدة تقارب السبع أو الثماني حملات على المنطقة العربية الإسلامية،
فهذا كان بالنسبة للصليبيين، يعني بالنسبة للأيوبيين، أدى إلى استنزاف قواهم ومواردهم. أيضا ظهور المماليك عجل بالقضاء على الدولة الأيوبية، وقاموا هم بالسيطرة على الحكم في مصر. طب نسوي مراجعة سريعة للدرس، هنلاقي مين هو مؤسس الدولة الأيوبية. طبعا سهلة جدا، هو صلاح الدين الأيوبي. آخر خلفاء الفاطميين، اللي هو بعد وفاته انتهت الدولة الفاطمية، الخليفة العاطل. أحسنت. توفي صلاح الدين في عام 589 هجري. انتهت الدولة الأيوبية على يد المماليك. أحسنت، إجابة صحيحة. هنا نأتي إلى نهاية درسنا. كنتم طلاب رائعين، أحسنتم. إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.